نشر هذا الدين العظيم وأرخ للمسلمين بالتاريخ الهجري، والذي أرخه هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونعود لشيخنا، شيخنا أبو بجاد، ذكرت أن فيه أشياء يعني تدفع الإنسان للعمل أو فوائد، يعني أو فوائد ذكرتها لي قبل قليل، أو الإنسان يجتهد على نفسه. والله أنا فيها عندي أول تعليق اللي هو يا طويل العمر مواطن الإجابة للدعاء كثيرة، منها الثلث الأخير من الليل يجعل الإنسان له ورد في آخر الليل وهو قيام الليل اللي يتهاون فيه كثير من الناس. وفيه إخواني بين الأذان والإقامة، يا سلام، بعض الناس يجلس يعني حتى أنه يقام للصلاة وقد ضيع هذا الوقت على نفسه. بل أني سمعت، لم تخني الذاكرة، الشيخ صالح الفوزان، صحيح، نعم، أنه قال الوقت هذا بين الأذان والإقامة، سئل الشيخ صالح هل يفضل قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أو الدعاء، فقال الدعاء، لأن هذا مواطن الإجابة الدعاء يحرص عليه الإنسان. يعني هذا يا إخواني، كم حنا عندنا كم وقت من الصلوات بين الفجر، أذان الفجر إلى الإقامة 25 دقيقة، تدعو الله عز وجل، الظهر 20 دقيقة، العصر 20 دقيقة، المغرب 10، العشاء، يعني لو حسبتها كم يطلع معك، يمكن ساعة و 15 دقيقة. يجي في الركعة الأخيرة متى يدعي يا أبو؟ والله يعين، عسى يلحق على قبل يسلم الإمام بس. الله يستاهل. فأنا أقول إنسان يا أخواني، هذه أول شيء يا أخواني، جيتك بدري للصلاة، يا سلام، تعينك على الدعاء، يا سلام، ووقت من أوقات إجابة الدعاء، وأيضا تعينك على الخشوع في الصلاة، صحيح، تكون الجوارح مطمئنة وتستطيع بإذن الله أنك تخشع في صلاتك وتكسب أجر الصلاة كاملة. لأن ترى يا أخواني، يصلي الشخص جنب الشخص وهم متفاوتين في أجر الصلاة، يا سلام، بعضهم نال أجر الصلاة كامل وبعضهم يمكن ما نال إلا ربعها أو عشرها، أو فيختلفون بما أدركوا من الصلاة في الخشوع، خشوع للصلاة. اللهم صل. فكيف نحصل على هذا الخشوع؟ في التبكير للصلاة. والتعليق الآخر بس خله بعد ما نسمع من الشباب عشان لا نطلع. إيه هذا اللي أنا كنت أبغاه منك، إيه اللي هو عن بداية نهاية سنة وبداية سنة، إن كنتوا تبغون نواصل ولا نخليه بعد ما نسمع من الشباب كل واحد. نسمع من أبو فيصل إن كان عندك. الوقت طويل يا أبو بجاد، ما عليك، ما راحتك. طبعا أنا أبغى تحدث.